السلام عليكم. اي مكنه بيبقى ليها كليرنس زون او مساحه نعمل فيها الصيانه بتاعتها. يعني ما ينفعش مثلا يكون في ماسوره ماشيه هنا او في مكنه موجوده هنا او حيطه، فلما تيجي تعملها صيانه ما تعرفش، اضطر ان انت تفك المكنه كلها عشان تعرف تعملها صيانه، فدي بتبقى موجوده في الكتالوج. فاحنا محتاجين ننقل الكتالوج دوت ونخليه في قلب المكنه نفسها. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هعمل سيلكت عليها واقول له اديت فاميلي، وممكن بقى تبدأ ترسم حاجات تساعدك في الموضوع دوت زي ريفرنس بلان او ريفرنس لاين بالشكل دوت. انت مثلا قال لك متر من هنا، فهتبدأ ترسم مثلا متر من هنا. وممكن تبدأ تعمل دايمنشن على اساس ان هو لو المكنة كبرت يفضل محافظ على المسافة اللي موجودة. ممكن تعملها برامتر بحيث ان انت تقدر تتحكم فيها، يبقى عندك برامتر تكتب فيه يتغير على طول. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعمل كرييت، واقول له اكستروشن، واقول له من هنا لهنا، وتقفل بحيث انها لما تتغير معاك. طيب الارتفاع بتاعها ممكن من الاليفيشن، اقول له اوكي، وتبدأ تظبطها على المساحة اللي انت عايزها. ممكن تربطها بريفرنس لاين وتقفله بحيث ان هو يتغير برضو مع الريفرنس لاين. طيب في حاجة المفروض ان احنا بقى نعملها، ان انا هعمل سيلكت هنا وهقول له ان انا عايز اغير السب كاتيجوري. فممكن من الفي في هدخل هنا واقول له طب انا عايز الاوبجكت ستايل، انا عايز اعمل واحد جديد هسميه كليرنس. تمام، ده هيبقى جوه الميكانيكال اكيوبمنت. الكليرنس دوت ممكن اخليه مثلا 5، واخلي اللون بتاعه مثلا فحلوقي، وهنا مثلا خليه داش دوت اوكي، فبقى موجود هنا. طيب نعمل سيلكت بقى على الكليرنس دوت واقول له الساب كاتيجوري بتاعي اللي هو الكليرنس. طيب الماتيريال بقى نبدأ نظبطها. ممكن اجي هنا في الماتيريال واقول له هات لي الماتيريال بتاعه الجلاسز، اهيت، وهقول له اعمل لي منها دوبليكيت بس سميها لي كليرنس 1 او كليرنس 0 ماشي اهو. تمام، وتقدر بقى تشوف الشفافيه اللي انت عايزها وكده. اوكي طيب نحملها بقى في المشروع بتاعنا. ظهرت معايا بالشكل دوت. طيب في برضه حاجة أنا عايز أعملها، إن أنا أقدر أتحكم في إنها تظهر أو تختفي، فهقول له edit family بحيث ممكن وأنت عايز تطبع تقول لأ أنا مش عايز الكليرنس في اللوحة ديت أو في لوحة تانية أنت عايزها، فنقدر نتحكم في القصة ديت. إن أنا هاجي هنا في ال visual وأقول له اعمل لي بارامتر اسمه كليرنس. ممكن تخليها طيب او انستنس بحيث ان انت يعني تقدر تتحكم فيها. طيب اقول له لود، طيب البارامتر دوت لو هو موجود هنا هتشيل العلامة هتظهر المكنة بس، هتحط العلامة هتظهر المكنة ويظهر حواليها الكليرانس، وممكن تشوفها في 3D بالشكل دوت.